طيب تعال نروح للخط الهجومي، الخط اللي مليان لعيبه، المشكله المميز جدا، المشكله الحلوه بالظبط، المشكله اللي هو انت عندك نجوم كتيره ولاعيبه مميزه كتير، فانت هتحتار تشارك مين. انت لو مكان الكابتن شوقي غريب تشتغل ازاي؟ انا هشتغل كريم على حسب الفرقه اللي انا بلعبها. عظيم. يعني دي خلي بالك انا مقتنع بالفكره دي، اللي هو انا بحط تشكيل فرقتي وبحط الامكانيات اللعيبه اللي عندي على الفرق اللي انا هلاعبها. يعني مش مجرد اللي انا مثلا عندي نجم او عندي لعيب كويس في مكانه فلازم يلعب. صح. يعني انت النهارده مثلا لو هنتكلم الطبيعي اللي انت هتبدا مثلا، انت عندك رمضان صبحي كابتن منتخب اولمبي، لعيب مميز طبعا في فرقته في النادي الاهلي طبعا، وعندك طاهر محمد طاهر يعني نجم المقاولين ولاعيب مستقبل وحاجه جميله جدا. وعندك محمد طاهر ده مش مضايقك ان هو موجود في مصر حاليا دلوقتي مع كامل احترام طاهر المقاولين؟ مش كان المفروض يطلع؟ لا يعني في، لا بص مش طاهر بس، المنتخب ده بالذات لا في لعيبه كتير، في لعيبه كتير جدا، لكن طاهر يمكن كان عنده تجربه قبل كده في فرنسا بس زي ما قلت لك ما كانش لسه استوى. صح. طاهر خلي بالك برضو بقى له 3 4 سنين بيلعب مع المقاولين العرب فاستوى تقل. صح. بقى عنده خبرات، فطاهر انا شايف اللي ممكن من اللعيبه المرشحه بالبطوله دي لو ادى بشكل كويس يطلع بره، خاصه طاهر عنده ميزه كمان اللي عنده حته لغه، يمكن طاهر بيتكلم فرنساوي كويس فعنده الحته دي. صح.